فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما ننكر على المشركين في بلادنا وننكر على عباد القبور يقولون إنك وهابي. الحمد لله، هذا طيب، اللي ينكر عبادة القبور ينكر الشرك، الحمد لله، هذا شرف لنا. نعم. لا يهولنكم هذا، لا يهولنكم، استمروا، أنتم تريدون الخير لهم، والله إنكم تريدون لهم الخير، ما تريدون لهم الشر، تريدون تعييرهم أو تنقصهم. قولوا لهم هذا، قولوا: نحن نشفق عليكم ونخاف عليكم ونريد لكم ما نريد لأنفسنا من معرفة الحق والعمل به. ائتوهم بطريقة كما قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اسلكوا الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، وسار عليه الدعاة والمصلحون، وسلا تنعدم الفائدة لكم ولغيركم بإذن الله، تحصلون على الأجر، ويهدي الله على أيديكم من يشاء، ويحصل لكم أجر في هذا عظيم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. فاصبروا على هذا، اصبروا واستمروا، ولطفوا الكلام معهم، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لا سيما وهم يزعمون أنهم مسلمون وأنهم يريدون الخير. قولوا: حنا نبيكم تعرفون الإسلام معه لجل يصير إسلامكم صحيح. قولوا لهم كذا. نعم. لا تقولوا لهم: أنتم كفار، أنتم مشركون، أنتم وأنتم تجونهم بالعنف، هذا ينفرهم. نعم. ثم يقول حفظك الله: ويقولون أن محمد بن عبد الوهاب ألف مذهبا جديدا وخرج عن المذاهب الأربعة. قولوا هاتوا لنا، قولوا لو هاتوا لنا مذهب بن عبد الوهاب الذي خرج به عن المذاهب الأربعة، نحن نصدقكم. إذا جبتم مذهب مستقل لابن عبد الوهاب نصدقكم كلام، لكن ابن عبد الوهاب حنبلي، هو يعترف بهذا أنه حنبلي وأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولكنه يمشي على القول الراجح بالدليل، ما هو بحنبلي مقلد تقليد أعمى، إنما يأخذ من كلام أحمد ومن غيره ما يقوم عليه الدليل من الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أفضل كتاب تنصحون بقراءته في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ كتب كثيرة التي ألفت في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، راجعوا الدرر السنية تجدون المشايخ بيّنوا سيرة الشيخ، لا سيما المؤلف هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، له كتاب اسمه المقامات، كتاب المقامات، رد فيه على من تنقص الشيخ وقال أنه جاهل وأنه ما درس على العلماء وأنه الشيخ عبد الرحمن بيّن نشأة الشيخ ومشايخه وأين تعلم وأين درس، بيّن هذا وبيّن دعوته، كيفية دعوته، رد على هذا المجرم. المقامات، نعم، هو موجود في الدرر السنية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يطعن في دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويقول: نحن لسنا بحاجة إلى هذه الدعوة في الوقت المعاصر. الحمد لله، لا صرتم ما أنتم بحاجة، مغنيكم الله وعارفين الحق ومستقيمين عليه، هذا هو المطلوب، مطلوب الشيخ هذا. لكن إذا كنتم ما عندكم يعني معرفة ولا عندكم بس مجرد انتساب، يجب عليكم معرفة الحق من الشيخ ومن غيره. ما نقول لكم اتبعوا الشيخ، نقول اتبعوا الحق، اتبعوا الحق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أفضل كتاب يشرح كتاب التوحيد ويناسب المبتدئين في الطلب؟ مختصرات، شروح المختصرة، مثل إبطال التنديد، مثل حاشية ابن قاسم، مثل هذه مختصرة ومفيدة،
وتبين مقاصد كتاب التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل كانت كتابة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابته للمسائل على كتاب التوحيد هل كانت في فترة متأخرة عن كتابة هذا الكتاب؟ ما لا ما هي متأخرة، إذا كتب الكتاب يستخرج ما فيه من الفقه، هذه فقه الباب، المسائل هذه فقه الباب، فإذا كتب الباب استخرج ما في النصوص الواردة فيه من المسائل في العقيدة وفي الفقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل صحيح أن الإمام إسماعيل الصنعاني رحمه الله محمد بن إسماعيل، نعم، أن الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني قد ذم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن أثنى عليه؟ هو كما شرحت لكم في تطهير الاعتقاد أن الشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله قال قصيدة في مدح الشيخ ودعوته، فلما جاءت القصيدة شرق بها أعداء الشيخ في بلاد النجد، وأرسلوا اثنين إلى اليمن، أحد قال له مربد والثاني قال له عبد الرحمن النجدي، ولم يلقوا الشيخ محمد بن إسماعيل، إنما وجدوا أناسا من أهل صنعاء ممن عندهم شركيات، فقالوا لهم إن ابن عبد الوهاب هذه نصرته وأيدته ونريد شيء ينقضها، فقام واحد من الأشقياء وقال قصيدة تحاكي قصيدة الإمام الصنعاني في وزنها ورويها، يقول: رجعت عن الذي قلت في النجدي فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي إلى آخرها. ما قال هذا الإمام الصنعاني، إنما هذا مفترا عليه، قصيدة ملبسة عليه من الأشرار، استجابة لهذين الشقيين اللذين ذهب من الحسد إليهم وطلبوا منهم انتحال هذه القصيدة الظالمة. نعم. وقد رد عليها الشيخ بن سحمان في كتاب اسمه تبرئة الشيخين الإمامين، كتاب جيد، رد عليها نثرا ونظما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل صحيح ما يذكر أن أخ الشيخ سليمان بن عبد الوهاب ألف كتابا في الرد على أخيه؟ موجود كتاب الآن في الرد عليه، موجود الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية، الله أعلم هل هو صحيح، أنه بالنسبة له صحيح أو أنه مفترى. وكان سليمان في الأول على غير وفاق مع الشيخ، لكنه في النهاية تاب إلى الله وتوبته موجودة في الدرر السنية أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حتى لو فرضنا أن سليمان مخالف واستمر على الخلاف، هل يضر هذا الشيخ؟ إبراهيم الخليل أليس أبوه خالفه؟ ها؟ نوح عليه السلام أليس ابنه خالفه؟ هذا ما يضر تراه. نعم. هذا لو فرضنا أن سليمان استمر على عناده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل من نصيحة لطلبة العلم بمواصلة هذه الدعوة المباركة، الدعوة إلى التوحيد، حيث نلاحظ، يقول: هل من نصيحة لطلبة العلم بمواصلة هذه الدعوة المباركة وهي الدعوة إلى التوحيد، حيث يلاحظ في هذا الزمن كثرة الفتن وغربة التوحيد وأهله وقلة من يهتم به ويعلمه في خارج هذه البلاد؟ بلا شك أن الحاجة ماسة في هذا الوقت بالذات لكثرة الشرور، ولأن الأعداء من الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم ينفخون في العداوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ويحرضون الأشقياء ضد دعوته، ولكن هذا ما يضره ولا يضر الدعوة، إنما يضرون أنفسهم. لكن أنتم جزاكم الله خيراً
بما أنكم فهمتم الوضع وتيقنتم من هذا ولله الحمد، عليكم أن تقوموا بما تستطيعون من دعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن، وأن تأخذوا رسائل الشيخ تنشرونها وترجمونها إلى لغاتهم ليعرفوا ما عليه الشيخ، لأن أكثرهم مغرر بهم ما يدرون عن الشيخ، عندهم مصورون لهم أن الشيخ أنه مثل فرعون وأنه ما يدرون، صدقونها إذا قيل لهم كذا يصدقون، لكن إذا جبتم من كلام الشيخ ورسائله ودعوته فإنه يتبين الحق ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: طبع مؤخرا كتاب اسمه فتح الحميد بشرح كتاب التوحيد لأحد أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكر المحقق بأن فيه أخطاء عقدية، فهل ما ذكره صحيح وهل ينصح بقراءته؟ والله ما اطلعت عليه، أنا لم اطلع على هذا الكتاب. نعم. وما أظن هذا صحيح، أنه من أحفاد الشيخ ومن تلاميذ الشيخ أنه سيقع في أخطاء عقدية. هذا معروف، عثمان بن منصور خصم للشيخ، وقلت لكم من كتاب المقامات رد عليه. نعم. واللي طبعه هذا مخطي، ليش يطبعه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن الصلاة خاصة بالأنبياء؟ فنقول: لا، يجوز أن تصلي على غير الأنبياء من المؤمنين والصالحين، لكن ما يتخذ هذا شعار لبعضهم مثل علي بن أبي طالب دون غيره من الصحابة، ما يتخذ شعار خاص لبعضهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس عندما يكتب كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام يكتب بعدها حرف صاد اختصارا للصلاة، فهل هذا جائز؟ لا، ما هو جائز، هذا ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صاد ما هي بصلاة على الرسول، بل بعضهم يكتب صلعم، فظن بعض الجهال أن اسم الرسول صلعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما السبب في أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ذهب لطلب العلم إلى مصر قرابة؟ ما ذهب، ذهب به، حمل مع المشايخ الذين حملوا من الدرعية وهو صغير، درس على آبائه هناك وعلى بعض علماء الأزهر، له ما ذهب رغبة منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس عندما يريد الذهاب إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أحد الأشخاص: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، فهل لهذا أصل؟ سبحان الله، الرسول يقول: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فلا حاجة أنك توصي واحد، صل عليه وأنت بالمشرق أو بالمغرب وسيبلغه صلاتك وتسليمك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى الدين؟ ولهذا كان رجل يأتي إلى فتحة في الحجرة النبوية ويقف عندها، ولما سئل قال: أنا أصلي على الرسول. قال له الحسن بن علي: صلي عليه في أي مكان. ثم روى له الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ثم قال الحسن: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني سواء وقفت عند الفتحة هذه أو أنت بالأندلس، إذا صليت على الرسول سيبلغه الله تسليمك ويرد عليك. نعم. صلى الله عليه بها عشرة. نعم. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله، الله ما ضيق علينا، لازم لو بغينا نصلي على الرسول نروح للمدينة، نجي من المشرق ولا من المغرب، الله جل وعلا يسر لنا أن نصلي ونسلم عليه في أي مكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى الدين في قوله تعالى: مخلصين له الدين؟
توحيد، فتوحيد، والدين المراد به في هذه الآية فادعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء، أي الدعاء سماه الله دينا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض طلبة العلم إنه لا ينبغي لأحد أن يقول أنا سلفي، لأن في هذا تزكية للنفس، فهل ما يقوله؟ إذا كان يقول هذا من باب تزكية نفسه لا يجوز هذا، نعم. أما إذا كان يقوله من باب البيان لأنه بين أحزاب وجماعات مخالفة ويتبرى منهم ويقول أنا سلفي، أنا على منهج السلف من باب البراءة، هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلقه، يقول هل يشمل هذا كل المخلوقات كالعرش والملائكة وغير ذلك؟ نعم، ما في شك أن الرسول هو خيرة الله من خلقه ومصطفاه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الولاء والبراء يكون فقط مع الكفار أو يكون أيضا مع المبتدعة؟ مع المبتدعة ومع الكفار، ما في شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من خارج هذه البلاد تقول: فتاة تريد المجيء إلى السعودية مع أمها لكي تتزوج هنا، وأبوها لا يستطيع أن يسافر معها لعدم قدرته المادية، فهل لها أن تسافر مع أمها لوحدهما؟ لا، لازم من محرم، لازم من محرم يأتي معهما، ولا يأتيان بدون محرم. هذا ما جاز إلا في الهجرة، إذا توقفت الهجرة على سفر المرأة وحدها فارة بدينها يجوز لها هذا في الهجرة خاصة، ما في غيرها من الأسفار لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقرأ البعض سورة البقرة في البيت الجديد والمركب الجديد. هذه بدعة، ما ورد فيها دليل أن سورة البقرة تقرأ في البيت، ما ورد أنها تقرأ. الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذا أردت أن تطرد الشيطان فاقرأ القرآن في بيتك ومنه سورة البقرة. نعم. أما تجيب مسجل وتخليه يقرأ البقرة، ما يؤدي المطلوب. مسجل حديد وشريط، القراءة عبادة، لازم تكون من مؤمن ومن شخص يتلوها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا مرض الحيوان فهل تشرع رقيته كرقية الإنسان؟ ما ورد هذا يا أخي، ما ورد، لكن إنك في وردك تورد على نفسك وعلى مالك وعلى أولادك وعلى مالك لا بأس، في وردك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من هولندا، امرأة تقول أصيبت بالسحر ولا تستطيع الصلاة لأن الجن الذي في جسدها يمنعها من أداء الصلاة، تقول: ما توجيهكم في ذلك؟ هذا هو سحر ولا جن؟ جمعت بينهم، السحر سحر والجن جن، عليها أن تحاول أن تصلي مهما استطاعت، وإذا لم تستطع فإذا زال عنها واستطاعت تقضي ما عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع توزيع المياه للشرب في المقابر حيث إن الناس يكونون بحاجة؟ ما ورد هذا، الناس اللي عطش يطلع الحمد لله البيبان مفتحة، والبرادات في المساجد وعلى الطرقات، إذا منه عطش يطلع ويشرب الحمد لله، ولا يجيب معه قارورة مخباته ويشرب، فصار أنه ما يستطيع الصبر. أما توزيع المياه هذا يجري إلى توزيع الغداء وتوزيع العشاء وتوزيع والدراهم عند القبور، ما يفتح يا إخوان هذه الأبواب، ما تفتح ولا يتساهل بها، لأن الصغير يجب الكبير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعد أداء الصلاة المفروضة يقوم مجموعة من المصلين
بذكر لا إله إلا الله وقول لا إله إلا الله بصوت مرتفع أكثر من 100 أو 200 مرة، فهل يكون هذا مشروعا؟ لا، هذا بدعة، إلا بالتهليلات العشر بعد الفجر وبعد المغرب، تهليلات العشر، وما عدا من الصلوات الذكر الوارد لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله له لا شريك له، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يرفعون أصواتهم كل على انفراده، ما يكون بصوت جماعي، أما 100 أما 1000 أما ما هذا بدعة، ما ورد رفع والجماعي الصوت الجماعي هذا المقصود، هذا ما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل آذانين صلاة، يقول هل هذا معناه أن هناك صلاة للأذان؟ وأين تكون؟ هل يشرع أن تكون في المسجد أم في البيت؟ بين كل آذانين يعني بين الأذان والإقامة صلاة نافلة، صلاة نافلة، إن كان الفريضة لها نافلة قبلها مثل الظهر صليها، إن لم يكن لها نافلة تصلي بين الأذان والإقامة نافلة مطلقة ليست راتبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشرع وضع الملح الخشن في زوايا البيوت؟ لا، هذا شر وبدعة، ما ورد أن الملح يوضع علشان يطرد الجن، يقولون ما ورد هذا، كل هذا من المنكرات التي أحدثها الجهال أو المغرضون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أخذ الفقه من الصوفية وعلماء الصوفية؟ ما حدك الله عليهم، العلماء السنة كثيرون ولله الحمد، اطلب العلم على علماء أهل السنة. نعم. ولو ترحل إليهم، لو تسافر لهم، وله بلازم أنك تقعد عندهم طول السنة، لو شهر لو نصف شهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الإسبال في الثياب إذا كان ليس تكبرا؟ لا، ما يجوز الإسبال، ما نزل عن الكعبين فهو في النار، لا يجوز إنزال الملبوس عن الكعبين، وإذا كان معه كبر فالأمر أشد والإثم أعظم. نعم. فالإسبال نفسه محرم وإثم، لكن إذا كان معه كبر فالأمر أشد والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شاب يقول أنا أعاني وقد تعبت من العادة السرية هذه المعصية، فما نصيحتكم لي في ذلك؟ يقول أنا شاب قد تعبت من هذه العادة السرية التي هي معصية، فما نصيحتكم لي في ذلك؟ نصيحتنا أن تتركها، تعزم توكل على الله وتتركها، إذا كان عندك غلبة شهوة تزوج يا أخي، إذا كنت تستطيع تزوج، وإلا استعمل الصيام كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل يريد أن يفتح محلا للحلاقة، وقد يأتيه من يريد أن يحلق لحيته أو يقص قصة شعر مخالفة، هل ما يقبضه من الدراهم لقاء ذلك محرم؟ نعم نعم، محرم، لأنه مقابل معصية، حلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام، معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن من يريد حلق لحية، ما يمكنه من فعل هذا في محله وفي محله اللي حطه للحلاق، يشترط هذا أنه ما تحلق فيها اللحية، لو يكتب لوحة على الباب أنه ما تحلق فيها اللحية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كبيرة في السن حجت في العام الماضي لكنها لم تبت في منى أيام. امرأة كبيرة في السن قد حجت في العام الماضي لكنها لم تبت في منى أيام التشريق، بل باتت في العزيزية، فهل عليها شيء في ذلك؟ إذا كانت عاجزة عن المبيت في منى فليس عليها شيء، إذا كانت عاجزة عن المبيت في منى فليس عليها شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يكون الصغير إماما في الصلاة للكبير؟ إيه نعم، إذا كان مميزا ولم يوجد من هو أقرأ منه فإنه يأم. عمر بن سلمة أو عمرو بن سلمة كان يأم قومه وهو في سن التمييز، لأنه أكثرهم قرآنا، وهذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع قراءة سورة في الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر؟ نعم. هل يشرع قراءة سورة؟ لا لا، اللي عليه الجمهور أنه لا يقرأ في الركعتين الأخيرتين إلا الفاتحة، لكن بعضهم رخص في قراءة بعض الآيات في الركعتين الأخيرتين، وهذا خلاف مذهب الجمهور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض القبوريين يحتجون بجواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر بما هو حاصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي ليس فيه قبر، أكرمه الله عن القبر، رسول في حجرته في بيته، ما هو في المسجد، لكن أدخلت الحجرة، أدخلت فيما بعد، وإلا هو المسجد مبني قبل وفاة الرسول بكم؟ 10 سنين، ما بني على قبر، ولا أوصى الرسول أنه يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرته منزله، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني في المكان الذي ماتوا فيه. هذا من ناحية. الناحية الثانية، قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا، فهو دفن في بيته محافظة عليه من الغلو، ولو برز صار مسجد للناس يصلون عند القبر، فحماية له صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، ما دفن في المسجد، هذه مغالطة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا إمام مسجد، وفي الصلاة الجهرية أقوم بإغماض عيني أثناء القراءة، لأنني إذا فتحت العينين فإني أتشتت في القراءة، فهل علي شيء في ذلك؟ إذا كان أمامك ما يشغلك فغمض عينيك، أما إذا كان ما أمامك شيء يشغلك فلا يكره تغميض العينين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل أكل اللحم النيئ دون طهي هل هو حرام؟ لا، من قال هذا؟ ما هو حرام أكل اللحم النيئ، ما هو حرام إذا كان ما يضر بالصحة، ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يذكر أهل العلم أن المرء إذا دعا الله سبحانه فعليه أن يدعوه وهو موقن بالإجابة. هذا حديث، هذا حديث، ما هو بكلام أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لقلب غافل لاهن. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول: ما المراد باليقين هنا، وهل هو يتعارض مع ما يقع في نفس المؤمن من خشية رد دعائه بسبب ذنوبه؟ لا، مسألة ما يخطر في النفس ما يضر، ما يضر، والإيقان معناه أن توقن أن الله يستجيب لك، تحسن الظن بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يمسك المصحف باليد اليسرى أثناء القراءة؟ لا، اليسرى للأشياء التي من طريق النظافة، أما اليمنى فهي للأشياء التي من شأنها التشريف والتكريم، المصحف يكرم ويؤخذ باليد اليمنى، إلا إذا كان ما يستطيع باليمنى يأخذه باليسرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أصيب أحد بالعين في بلادنا فإنه يؤخذ شعر من رأس العائن ويحرق، ويعرض المصاب بالعين إلى دخان هذا الشعر، فهل هذه الطريقة صحيحة وشرعية؟ لا، هذا ما له أصل، يؤخذ من غسالته، غسالة
ثوبه أو إزاره أو من ماء وضوئه ويصب على المصاب ويشفى بإذن الله. هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إذا استغسلتم فاغسلوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشرع توزيع الكتيبات في المقبرة؟ لا، ما يجوز هذا، يعني ما لقيت إلا المقبرة وزع على الناس في الأسواق في المساجد في. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل عدم البكاء من خشية الله سبحانه هي دليل على الضعف في التوحيد؟ هل عدم البكاء من خشية الله سبحانه هي دليل على الضعف في التوحيد؟ لا، دليل على الغفلة أو على قسوة القلب، فعالج نفسك، أما أنها دليل على ضعف التوحيد لا. نعم. يقول ما الوسائل المعينة إلى زيادة الإيمان؟ الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة، كل ما أحببت أن إيمانك يزيد أكثر من الأعمال الصالحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الدعاة يذهب إلى بلدان إسلامية إما للسياحة أو لغير ذلك، ويكون في هذه البلدان أضرحة فلا ينكر عليهم، فما نصيحتكم في ذلك؟ يبين التوحيد، ويبين الدعوة، ويبين أن هذا لا يجوز، يبين للناس هذا، فإن قبلوا الحمد لله، وإن لم يقبلوا يكون أدى الذي عليه. أما السفر للسياحة في بلاد الكفار لا يجوز، لكن السفر للدعوة نعم، إذا كان قصده الدعوة شيء طيب. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.